بالرباط أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد النعمة ميارة مباحثات مع وفد برلماني هام من جمهورية البيرو برئاسة السيد كارلوس إرنستو بوستامانتي دونايري رئيس مجموعة دعم وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي داخل الكونغرس البيروفي، تم خلالها استعراض واقع العلاقات الثنائية وسبل توطيدها وإعطائها دفعة جديدة على كافة الأصعدة. أنا هنا باستفاة رئيسا لمجموعة دعم وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي داخل الكونغرس البيروفي. إنها مجموعة عمل تم تشكيلها داخل المجموعة البرلمانية البيروفية المغربية. بالتأكيد نحن هنا لكي نؤكد الواقع الحقيقي للمناطق الجنوبية للمغرب ولندعم مبادرة الحكم الذاتي المغربي في هذه الأقاليم. وبهذه المناسبة عبر أعضاء الوفد عن أملهم في التمكن من استجماع كل الشروط المناسبة للاحتفاء خلال السنة المقبلة بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الثنائية تماشيا مع روابط الأخوة والصداقة التاريخية بين البلدين، كما أعربوا عن قناعتهم بأن مبادرة تشكيل مجموعة دعم وتأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي من شأنها أن تعطي زخما قويا للعلاقات مع المغرب في شتى المجالات، نظرا للمكانة الخاصة والدور الريادي للمملكة المغربية في محيطها الجهوي والدولي، ولما تنعم به من استقرار وسلم في ظل إجماع الشعب المغربي على الملكية والوحدة الترابية.